السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السماوات والأرض ملكوت هائل جدا من ملكوتات الله تعالى، ومع اتساع أرجائه محدود، له أول وله آخر، لأنه مخلوق ومحيز بالزمان والمكان. هكذا قرر علماء الفيزياء الكونية في عصر العلم الحالي، ولكننا لا نجد له نحن أولا ولا نرى له آخرا، ذلك لأنه كروي الشكل كما تحدثنا في حلقة سابقة عن هذا الموضوع، وكما توصل علماء الفيزياء الكونية. فمهما سرنا في الكون لن نجد له أولا ولن نجد له آخرا، لأننا نطوف في كرة وفي دائرة مغلقة وفي حلقة مفرغة. الكون هائل جدا، ومهما اجتهد علماء الفلك وعلماء الفيزياء الكونية فهم لن يشاهدوا إلا جزءا يسيرا جدا من السماء الأولى وما فيها من أراضين. أما السماوات الست الأخرى فلا نعلم عنها شيئا إلا ما أخبرنا به القرآن والحديث النبوي، علمها عند الله. ملك الله تعالى ليس السماوات السبع، السماوات الأرض، السماوات السبع والأراضين السبع فقط، لا، ملك الله أكبر من هذا بكثير. فما السماوات السبع والأراضون السبع في ملك الله إلا كحبة رمل ملقاة في صحراء واسعة، وما قدر الناس الله حق قدره. ونجد هذا المعنى في هذا الحديث القدسي الشريف. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تعجبا مما قال الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي رواية أخرى رواها البخاري عن عبيد عن عبد الله بن عمر أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. اليهود كانوا يريدون أن يجعلوا الله مادة، نعم، مادة تدرك بوسائل الإدراك، نعم، حتى قال رسولهم ما قالوه له،
لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. عايزين يعملوا مادة مرئية. ما يؤمنوش إلا بالشيء المادي قدامهم. تمام كده. فأراد الله أن يبطل طلبهم، فقال لموسى الذي سأل، ما هو اللي قال الكلام ده حبر. حبر من حبر. واللي سأل رسول. فكأن موسى هو الذي جرأ الحبر إلى أن يقول. فلما رد الله عليه قال انظر إلى الجبل. المسألة مش عايزة كلام، عايزة واقع يستجيب. فإن استقر مكانه حين أتجلى عليه فاعلم أن خلقا من خلقه يمكن أن يستمر بحكلي بشكله حين أتجلى عليه. فإذا لم يوجد الثابت الراسخ قبل أن أتجلى عليه وظل متجلا عليه ثابتا، يبقى أنا حديك الطلب. انظر إلى الجبل وهو أثبت شيء في نظركم. فنظر إلى الجبل فخر موسى صاعقا. فإذا كان موسى فجعله دكا وخر موسى صاعقا. فإذا كان موسى قد خر صاعقا من رؤية المتجلى عليه، فكيف به إذا رأى المتجلي؟ ما يقدر. يبقى ثبتته وانتهت. أدي واحد ما يقدرش. تمسكهم بالأمر المادي عيشهم في التيه برزق لا توجد له أسباب. ينزل عليهم المن من السماء والسلوى تجيهم، فيأكلوا من المن ويأكلوا من السماء ويعيشهم في أحسن نعمة يعيشها غير مغموس في مادة الأرض. في التيه ولا فيش حاجة. فقالوا له لا، احنا عايزين أكل نعرف مصدره واحنا اللي نزرعه، يعني ده يمكن الطير ما يجيش. قال لهم لا، مش هنا بقى، ما يبقاش في التيه، تروحوا اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. إذن هم عايزين أمر غير قيمي، عايزين أمر مادي يجي لهم يوم. فلما قال لهم أنتم من تصبرين على رزق بغير غيبي، روحوا بقى وأخذوا العدس وخذوا بقى اللي بيطلعوا. وتلقوا عذاب العقوبة هنا، فأخذوا من هذه قدرتوا تنزلوا عملية أنهم يروا الله جهرة. نعم. والمساء تنضغط. نعم. ولذلك تجد في التلمود إن ربنا له وقت يلاعب فيه خلقه. التلمود يلاعب النبي يا رسول الله، يلاعب التلمود. يوم يقعد يلعب وياه ومش عارف يلعب خلقه. نعم. هذا ما قاله الحبر. فكأنهم ما عملوش لربنا وقار يناسب جلاله. ولما ما عملوش لله وقال يناسب جلاله، يبقى معناها انهم دول مبعدون عن ماديات الغيب. وعايزين كل حاجه نعم. فقال له ان الله يمسك السماوات يوم القيامه على اصبع. كان بقى الاصبع ما يسعش الكون. فعملوا ايه هم؟ حجموا قدره الله بإن مفيش جرحة منه تستحمل شيء آخر. فكأنهم جزأوا المخدور وجزأوه على القادر. والله لا في لا مفيش له قدرة مجزأة. مش عضل. لا، ده الله نعمة وكلمة. هات قضاء الأرض كله وقول له يا قضاء الأرض أنت متمسك بإيه؟ أنا متمسك بالحق. هو اللي يسود. ما هو لون الحق؟ ما هو شكله؟ الحق الذي تحكم به في كل قضاياك
وتستحضره حين تقرأ. ليس مات. انت شفته؟ لا. من عظمته انك لم تره. الله. ليه؟ لانك حين لم تره اشعته في كل شيء في الوجود. فهو جعل لله سبحانه وتعالى خمسة أصابع كالإنسان. قال إن السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال على أصبع، والشجر والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، خمس أصابع. يعني هو حتى سؤاله فيه إيه؟ يعني تضارب. ما فيش منفعش سؤال حتى. منفعش. فالأراضين لأنه جاء بما لا ثقل له، وخلطوا بما له ثقل. وبعدين قال ان الجبال والشجر على اصبع والاراضين على الارض. طب ما الجبال والشجر على الاراضين مثلا، مش كده؟ نعم. والماء والثرى على اصبع. طب والماء والثرى جزء من الاراضين. ما هو حين يتضارب الكلام افهم ان التضارب شهادة لبطلان المقول. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وما غلطوش، ما قالش ان غلطان. لا، ما قال الآية بس. ولذلك نهانا ان نرفض كلامهم، ونهانا ان نستصوب كلامهم. فقال لا تكذبوهم ولا تصدقوهم. فربما تكذبونهم في حق، وربما تصدقونهم في باطل. الرائد عندي ودي بقى. ولو أن موسى حي ما وسعه إلا اتباعه. فضوا، احنا فضناها من زمان. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما قسمهاش. ما قسمها. يبقى هي بعظمته. قبضتي يعني عظمته. عظمة كده عن العظمة. لأنك لا تقول الشيء في ملك يميني وإن لم يكن شيئا يملك. نعم. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. فهذا أشار إلى شرك هؤلاء. نعم. وما قدر الله حق قدره. ما عظموه حق تعظيمه. إذا خرجت الروح منكم من أي عبد، ما الذي يحدث له؟ يحدث أن يصير ذمة. إذا فالروح هي التي صيرته حيا يدير حركة جسمه. فإذا كانت الروح تدير حركة الجسم، فإذا خرجت منه صار لمة. هل رأيتم الروح التي تدير هذه الحركة؟ لا. سمعتموها؟ أبدا. لحستوها؟ لا، ولا نعلم. إذن فذكاة الروح وهي مخلوقة لله لم تستطيعوا إدراكها، فكيف تستطيعون إدراك مخلوق لله؟ الله. نعم. الله. إذا لم ندرك، لم نستطع إدراك المخلوق لله، كيف نستطيع أن ندرك الخالق؟ كيف ندرك؟ وما قدر الله حق قدره. نعم. يا سلام. ما قدر الله تعالى حق قدره حقيقة ذكرها القرآن الكريم في ثلاث آيات في سياق الحديث عن معان ثلاث مختلفة. نزلت هذه الحقيقة أولا في سورة الأنعام. ترتيب سورة الأنعام هي سورة مكية، ترتيبها 55 في النزول. وبعد ذلك نزلت في سورة الزمر، ترتيبها 59. وبعد ذلك نزلت في سورة الحج في المدينة. بعد ذلك يعني آخر سورة نزلت فيها هذه الحقيقة هي في سورة الحج. أولا نزلت في سورة الأنعام في قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. الآية أي وما عظموا الله حق عظمته، فقد نسبوا إلى الله جل جلاله
أما قال كما قال عنهم ما أنزل الله على بشر من شيء، فلم يعظمه المشركون حق عظمته ولا عرفوه حق معرفته إذ أنكروا أن يرسل رسولا. ثم نزلت الحقيقة بعد ذلك في سورة الزمر في قول الله عز وجل وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أي ما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ثم نزه الله تعالى نفسه عن أن يكون ذلك بجارحة فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. كل ما نرى ونشاهد في السماوات جميعا سيطويه الله عز وجل يوم القيامة كطي السجل للكتب، ونشاهد جانبا من السماوات وما فيها من خلال المناظير الفلكية وهو جزء صغير جدا مما في السماء. كل ما في السماوات هو في قبضة الله عز وجل وسيطويه الله تعالى يوم القيامة كطي السجل للكتب، إلا أن كثيرا من الناس لا يقدرون الله حق قدره كما فعل ذلك الحبر اليهودي الذي حكى الحديث القدسي الشريف عنه فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات يوم القيامة على أصبع والأراضين على أصبع والجبال والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر ثم قرأ آية الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ليه؟ لأن كلام الحبر يدعو إلى العجب فعلا، فهو خطأ في خطأ. أخطأ أولا أن جعل الله تعالى جوارحا، وأخطأ ثانيا إذ جعل تلك الأصابع المتفرقة تحمل شيئا واحدا. فإذا كانت الأراضين على أصبع كما يقول فإن سائر الأراضين سائر المخلوقات التي على الأراضين لابد أن تكون على نفس الأصبع، فكيف تكون على أصابع متفرقة؟ وفي الآية كناية عن قدرة الله تعالى وإحاطته بخلقه جميعا، كما يقال فلان بقبضتي أو هذه الأرض تحت يدي. ليس المقصود الجوارح، وإنما المقصود التملك، هذه تسمى في اللغة كناية. وقوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة أي الأراضون جميعا من كواكب ونجوم وكل نجم وكل كوكب وكل مجرة. وأخيرا نزلت حقيقة ما قدر الله حق قدره في سورة الحج في قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، أي ما عظموا الله حق عظمته وهم لا حول لهم ولا قوة ولا حول لمن يدعون من دون الله ولا قوة وأن يسلبهم الذباب شيئا
لا يستنقذونه منه ولا يستطيعون له تحصيلا ولا يستطيعون له دفعا، فهم أضعف من تلك الحشرات التي خلقها الله عز وجل، ما قدروا الله حق قدره. كان الحديث اليوم عن بعض المعاني في قول الله عز وجل ما قدروا الله حق قدره، وما جاء عن ذلك في القرآن الكريم وفي الحديث القدسي الشريف، وصدق الله تعالى وصدق رسوله، والسلام عليكم ورحمة